يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين في أولى فقراتنا لهذا اليوم، شهر رمضان، شهر المواساة والتراحم والتكاتف بين المسلمين، فالاهتمام بالفقراء والمحتاجين ومساعدتهم ماديا ومعنويا من أفضل الأعمال وأنبل الصفات. ومن هذا المنطلق قامت الأستاذة سحايب والأستاذة مي بمبادرة 100 سلة غذائية رمضانية لمساعدة المحتاجين ومد يد العون لهم. نتعرف أكثر على هذه المبادرة مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة سحايب فهد، ومي معنا كذلك مساهمة في هذه المبادرة، ويسعد مساكم. أهلا وسهلا. بداية سحايب، يعني شهر رمضان على الأبواب، وهذه المبادرة كيف كانت فكرتها، وليش بالذات المبادرة في شهر رمضان حتنطلق؟ هو صراحة أول شيء لما بدأنا الفكرة كانت تقريبا لها سنتين، كل مرة نقول مع جمعية مع يعني كذا شيء رسمي، بعد كذا حسينا أنه لا، إحنا حابين أنه بدل ما إحنا نجتمع على أي شيء، فلما نجتمع نسوي شيء كويس، وبالذات في رمضان لأنه دائما رمضان شهر الرحمة، فنبغى يكون أول انطلاقة لنا في رمضان، بس بإذن الله ما حيوقف الشيء ده بإذن الله. ما هي أنت كمان مساهمة في هذه المبادرة، وأنت كمان اللي أعرف أنك أنت زميلتها، ها؟ إيه أكيد. فحلو لما أنتوا تجتمعون مع بعض، وهي قالت كيف كانت الفكرة المبادرة ولها سنتين، كيف عززتوا هذه الفكرة من هنا لين سنتين؟ كم صار عددكم يا مي؟ احنا ما شاء الله جروب كبير، يعني من 5 إلى 15 بنت تقريبا. كلكم صحبات؟ كلنا صحبات ومعارف نفس الوقت. عائلة، يعني عائلة وصحبات، وصاحبتي تعرف صاحبتها، يعني لحد ما كوننا التيم. فمساهمات تيجي عن طريق الاصحاب وعن طريق الحبايب من هنا ومن هنا، نبدا نشكل التيم هذا بشكل كويس، حتى يعني الروح المعنوية حقت التيم تكون احسن. انتوا عارفين انا سالتكم هالسؤال، رمضان يعني خلاص قرب على الابواب، ها؟ يمكن في بنات وصاحبات يسمعونا يمكن يستفيدون من التجربه حقتكم اللي حنقول كيف بدات التجربه. سحايب لها سنتين، قولي لي الفكره لها سنتين. الفكره طب وفعليا كم فعليا لها؟ بالضبط يعني شهر وشويه. شهر وشويه، يعني حتى ما قررنا ان احنا نعمل اي بلان. جمعت جروب برودكاست، ارسلت لقرايبي وصاحباتي، ترى احنا بنسوي هذا الشيء، وافقوا عليه، واللي حب ده عملنا جروب، هو في النهايه جروب واتساب، يعني اتجمعنا كلنا في جروب واجتمعنا في بيت، يعني هي مي بن معمر الله يجزاها خير قالت لي انا امسك الموضوع ده في بيتي في مجلسها، يعني ما حبا يعني لا مستودع ولا شيء، 100 كرتون كفت في المجلس وخلاص تمينا الموضوع كله هناك. شوفوا انا حسألكم سؤال يمكن يكون شويه خارجي، ها؟ انتوا لما تتجمعون مع بعض، عارفه يعني الاجواء نبغى نعيشها، مين اللي يجيب المقاضي؟ كيف حددتوا المقاضي؟ الكراتين مين يغلفها؟ كيف حددتوها مع بعض وانتوا يمكن 15 بنت؟ شلون صار التجمع؟ كيف حددتوا الاشياء الاولويات اللي انتم تاخذونها؟ شوفي، هو بالبدايه كان على سوينا على جدول، كنا نكتب الاساسيات اللي نحتاج كذا في رمضان. في رمضان الاساسيات تكون اساسا هي وجبه رمضانيه كامله، من 1 إلى 10 إلى 20 إلى 100 كنا نتوزع على عدد 100 اشخاص، يعني 100 شخص او 100 كرتون تكون يعني موزعه كامله بشكل صحيح. انا شفت حتى ان المقاضي اللي انتم مقضينهم حاطين لقمه القاضي، حاطين يعني عاملين باعتباراتكم ايش المواد اللي انتم تستهلكونها اكثر في رمضان، او الاسر السعوديه اللي تستهلكها اكثر في رمضان. ايش حاجه الناس تستمتع فيها زي ما احنا عقدتهم نجيب لنفسنا كمان نجيب لهم معانا، لانه حاجه حلوه انك تعيشها برمضان اساسا، ورمضان يعني شهر واحد في السنه. طيب السله هذه المؤونه فيها تكون لكم شخص مثلا؟ احنا عاملينها كافرج انه 5 أشخاص واقل، او 5 أشخاص واكثر، يعني كل كرتونه كل كرتونه فيها 5 أشخاص او اقل، وفي كراتين ثانيه 50 لاقل من 5 أشخاص، وكراتين لاكثر من 5 أشخاص. فعملنا مثلا زي الاشياء الاساسيه زي الدقيق الرز، هذه الاشياء على حسب الكيلوات، يعني مثلا اكثر من 5 أشخاص 10 كيلو، اقل من 5 تكون يعني يعني حاسبينها يعني كميه تقريبا بالافرج، يعني اللي ممكن تكفيهم يعني شهر كامل. فكانت هنا الاساس. طيب كيف توزعونها؟ هل انتم مثلا جمعيات تساعدكم؟ في الاسر، بعض الاسر تكون متعففه، يعني هذا الواحد من الصعب انهم يتعرف عليهم، مين اللي ساعدكم انكم يدل لكم على الاسر هذه كلها؟ يعني هي الاساس اللي يعني الاسر اللي احنا عرفناها بالاصح كلهم يعني يكونوا معارف احد، يعني عارفين وضعهم من غير ما يسالوهم. فكانت الفكره انه خلاص ياخذوا هم نفس الاشخاص، ياخذوا الاغراض لهم، بحيث انه ما نتطرق لموضوع الصدقه، موضوع الاشياء هذه. فانه ياخذوا هذه، انه هذه ترى كسوة رمضان وبس، يعني من غير ما حتى نسالهم انه تحتاجوا او لا. هو الحلو انها كمان في طريقه غير مباشره، يعني اللي لمسته بهذه المبادره انها كلها تكاتف، كلها يعني شله بنات صديقات كلهم قرروا انهم يبداون بهذا العمل، وكلهم من حوالين المعارف. طب ما تفكروا انكم تتوسعون اكثر؟
الحمد لله احنا بدنا باين ما شاء الله نبضة الخير موجودة يعني الجروب كله يعني مهتم. فتحنا جروب في جدة الآن. فجروب طبعا المسكت هناك أختي، فهناك أختي مجمع صديقاتها هناك وصديقاتنا اللي في جدة موجودين. فبدأوا هم كمان 100 كرتون الآن، 100 سلة غذائية اللي هناك. طيب 100 سلة مي قابلة للزيادة؟ أكيد أكيد قابلة للزيادة بالتعاونات اللي احنا يعني نحاول نبادر فيها قدر المستطاع، نعلنها قدر المستطاع إنه في مجال إنه 100 هذه تكون 1000 تكون أكثر من كذا، إنه في كثير ناس تحتاج أشياء زي كذا. طب لو في الحين أحد يبغى يسوي نفس الفكرة حقتكم أو عامل الخير أكيد كلنا حندل عليه، بإيش تنصحهم؟ إيش اللي ممكن الأشياء اللي يبدأون فيها؟ إيش يحطون في أولوياتهم؟ طبعًا أكيد لازم يراعون الميزانية اللي تكون موجودة عندهم. أنتوا إيش الأشياء اللي راعيتوها؟ احنا اول شيء راعينا الميزانيه زي ما انت قلتي، راعينا الاشياء الاساسيه اللي احنا نحتاجها، شفنا احتياجات الناس بالضبط ايش هي. يعني هذه هي الاشياء الاساسيه. ونشوف كمان علاقاتنا بالناس اللي حوالينا انه ايش اللي نقدر نجيبه، ايش ما يحتاج نجيبه بالاستشاره والمشوره. طبعا اكيد عمل الخير والمبادرات هذه كلها مسؤولية اجتماعية. أكيد. من خلال تجربتكم أنتوا طبعا في بنات أكيد معاكم غير حاضرات، طبعا إحنا نوجههم تحية كمان كلكم. أكيد. يعني جهودكم واحدة في الأخير وزي ما نقول سلة تكونت عندنا سلة. صحيح. إيش غير في حياتكم؟ أنا عن نفسي يعني كان مجهود يعني جدا مجهود عقلي ونفسي صراحة. بس للأمانة وإحنا بنشتغل يعني شيل والحط وهذه الأشياء بعد كل يوم التاني اللي إحنا لمسناه إنه إحنا كنا في غاية السعادة. يعني حتى لما جت خرجت ذكرت يعني نفس السلات لما جت خرجت يعني كاننا بنودع يعني عيالنا من جد، يعني كان منظر حلو إنه إحنا بنفسنا حطيناه لما نب نفسنا، فكان شيء جدا قيم إنه إحنا لما جينا حطينا فلوسنا وحطينا أغراضنا حطينا في شيء وعارفين إحنا فين بنوديه وعارفين مين الناس اللي بحاجة. نفسكم كنتوا تروحون انتوا اللي تقضون وتجيبون المقاضي كلها؟ اكيد. عارفه سحايب قالت نشيل ونحط، يعني حسيت فعلا انها هي في نشاط قاعد يصير، في شيء قاعد بالامانه مجهود كمان قاعد ينبذل. طيب مي كيف ردود افعال اهاليكم تجاه هذا العمل؟ اكيد فرحانين، اكيد مبسوطين بشيء زي كذا، يدعموك بالدعوه بالكلمه الكويسه، بانه يعني يقولوا لك انه يلا قدام في اشياء كمان قدام حتكون افضل من كذا، عمل الخير حيمد كمان الخير ثاني زياده، سواء عند الناس او عند رب العالمين، هنا هذا نسعى له في النهايه. طبعا عمل الخير يعني لابد انه يكون موجود في كل وقت، ممكن احنا دائما شهر رمضان تكون وقفه مع الذات وان الناس ان شاء الله اكيد فيهم كلهم خير، لكن هل هي حتستمر بعد رمضان؟ في خطط انها في استمراريه؟ ان شاء الله اكيد. حاليا احنا بدينا افطار صائم كمان في الرياض، حنبدا افطار صائم يعني خلال رمضان للناس اللي يحتاجوا افطار صائم في يعني مع سله. في عندكم مشروع ثاني كمان؟ مشروع ثاني ان شاء الله افطار صائم. من وين جت لكم الفكره هذه؟ يعني كلها تجمعت مع بعض ولا شلون؟ لانه احنا يعني فكرتنا لما بدينا ننطلق انه احنا ما نبغى نوقف، يعني مو بس رمضان الناس تحتاج، الناس دائما بحاجه. فيعني هذا الشيء انه نبدا افطار صائم بعد كده ان شاء الله كسوه العيد وماشيين هذا الاساس، واحنا يعني الفكره الاساسيه نفسنا انه احنا كجانب من عملنا يكون شيء اساسي بانه احنا يكون عندنا المسؤوليه الاجتماعيه للناس الحاجه لهم. يعني فزي مثلا يعني كشركه يعني كشركات احنا من داخل شركه يكون بدل فقط زكاه، لا انه يكون في عندنا مشروع اجتماعي. طيب لما تقضون يعني هي مبادره هي ما هي رسمية، لا هي كانت تطوع منكم، يعني إذا رحتوا عرضتوا فكرتكم مثلا في شركة معينة عندها يعني منتج غذائي معين، هل عرضتوا ولا فكرتوا أنكم تعرضون الفكرة بحيث أنكم تأخذون مثلا أوفر أكثر يزودوا لكم ولا يتبرعوا لكم؟ الصراحة مبدئيا لحد الآن لا، كانت هي مجرد فكرة بين صحبات وإن شاء الله تتوسع على شيء. أنا أعطيتكم فكرة الحين ممكن تشاركين معنا فيها. طبعا تكون إنه كشيء رسمي، يعني يفضل الشركات تفضل الأشياء الرسمية. الأشياء الرسمية. فإحنا معطينا المجال ده، وفي نفس الوقت إحنا بإذن الله نكون شيء رسمي بإذن الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله تكون شيء رسمي، إذا حتكونوا شيء رسمي تفتحون باب التطوع، أي أحد يقدر يتطوع لكم؟ أكيد. طبعاً أكيد. طبيعي. طيب عارفين الأفكار هذه كلها، إيش الرسالة اللي أنتم حابين توجهونها بالذات؟ يعني في بنات كثير وأوقات فراغ كثير، وفعلا سبحان الله في نعم كثيرة، يمكن إذا دخلنا الحين المخازن حقتنا نلاقي في أشياء من السنة الماضية مستعملت فعلا ما قد استخدمها، والمقاضي اللي زايدة وزي كذا، كيف توجهون رسالة للناس الحين مقبلين إحنا على شهر رمضان؟ الاقتصاد في المقاضي مثلا، التبرع كمان، البنات يمكن منكم أنتم يعني بنات لساتكم صغار ونشأتوا هذه الفكرة وكلكم زي مجلس جروب من البنات، وفعلا نشوف الفكرة نسجت عن إيش وقد إيش وغير الأجر والثواب اللي أنتم أخذتوه. شوفي طبيعي دلال إنه حكاية إنه التبذير هذه ما حد يرضاها، يعني حتى الدين يعني رفضها ونهى عنها،
بس سبحان الله طبيعه البني ادم كذا يحاول يقلل من مصاريفه، يحاول يقلل من احتياجاته حتى بالنسبه للاكل. يعني اول كان في تبذير، بس الان لا، الناس صار عندها وعي، صار عندها فكر، صار عندها يعني مبدا في الحياه انه انا ما ابغى ابذر، انا ما ابغى اصرف زياده. في احتياجات احد يحتاج اكثر مني، صدقات، زكاه، اللي هو يعني كله تحت المظله هذه. طيب ومن يتولى يوصل هالاغراض كلها؟ شبابنا، شباب العائله يعني نفسهم كلهم تاخذون الوصف، وانتم عليكم بس انكم تعبون الكراتين وتغلفوهم الوصف وكل حاجه، ونعطيهم الارقام وهم بيوصلوها. يعني في يعني حتى كان كذا احد من السوشيال ميديا ساعدنا في هذا الموضوع، يعني كويس. طيب كويس، يعني هذه مبادره كويسه منهم انهم دعموكم كمان. طب ما لكم اكاونت مثلا في السوشيال ميديا؟ ما لكم في تويتر؟ ما لكم في الانستغرام؟ احنا شغالين على اكاونتاتنا الشخصيه، لانه زي ما احنا يعني حاطين، ما احنا حابين انه يكون من الان شيء رسمي. خلصنا احنا بدايتنا احنا، باذن الله بعد كذا حيكون الشيء رسمي. فلذلك احنا ما سوينا شيء خاص، لكن باذن الله طبعا. بس احنا ك يعني الشركه الوحيده اللي دعمتنا معنا يعني هي شركه واحده. طيب عموما يمكن الحين احنا نتكلم كانها مبادره لكم وانتم اللي سويتوها، ان شاء الله نسمع قريب انها تكون مبادره رسميه والعدد حقكم كمان يزيد، واكيد يبغى له جهد اكثر واكثر. لكن ابغى اختم معاكم برساله اخيره فعلا توجهونها للمجتمع وللبنات كمان اللي يمكن عندهم وقت فراغ، عندهم اشياء ما يدرون وش يسوون بوقت فراغهم، وكمان ممكن يتدخرون، يمكن مبالغ يمكن احنا نستاهل 200 و300 ريال ممكن تساعدنا على سله كمان لاسره محتاجه. الأمانة أقل من كذا، في ناس بتدفع أقل من كذا وجمعنا مبلغ جدا كويس. لا يستهون حتى بالريال. يعني كنت أقول لهم حتى لو علبة صلصة، في النهاية علبة الصلصة دي جابت ما شاء الله 100 كرتون. يعني كانوا كل البنات خايفين إن إحنا نسوي 100 كرتون، لكن الأمانة ترى شيء جدا سهل. يعني كلهم شفت المبلغ البسيط الواحد ممكن يستهون فيه وقد إيش يجمع. جمع شيء جدا كويس، وهذا اللي أنا بوصله، إنه يعني لا تستهون بأقل الريالات، هذه الهلالات بتجيب ترى شيء جدا شيء كويس. غير إنه العوائل لو تشوفوا ردات الفعل حاجة يعني. كيف ما ردات الفعل كانت؟ كيف كانت؟ كانت جميلة، يعني سحاب أكثر من اللي تواصل معهم. وتوصلنا كمان رسائلهم إنه الناس مبسوطين، يدعون لكم، جزاكم الله خير، ما قصرتوا. يعني نسمع احنا ردود انه تريحنا الحمد لله. طيب في المستقبل ما تفكرون انكم مثلا ممكن تتجهون اذا توسع المشروع حقكم تتوجهون لجمعيات خيريه؟ اكيد الجمعيات يكون عندها زي الداتا وبيانات الاسر عن طريق بحث اجتماعي، وتكون فعلا عندهم مصداقيه كمان تكون موجوده فيهم. اكيد صحيح. ان شاء الله باذن الله. يعني هذا احنا بدينا يعني مع جمعيه في العيينه، فبدينا معاهم، ان شاء الله يعني شغالين على المشروع تبعهم هم كمان. يعني فعشان كذا مستنيين. انتم جروبكم في الرياض، واللي اعرفه كمان في عندكم جروب كمان في جده، برضه نفس الفكره حقتكم؟ ايوه نفس الشيء، نفس هي اختك اللي اختي اللي هناك مسكه، لان انا هنا فاديتها الموضوع ما شاء الله استلمته هناك منه الى. وشغالين مثل البروسيسر حقكم؟ نفس البروسيس، نفس الجدول، نفس كل حاجه، بس انه العوائل طبعا تختلف. اكيد احنا نتمنى لكم كل التوفيق في عمل الخير. شكرا لصاحبه هذه الفكره والمبادره 100 سله غذائيه رمضانيه، طبعا مي العايش وسحايب فهد، شكرا للمشاركه معنا. اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل. بعد تزايد الطلب، المصممات السعوديات في مجال الجرافيك يتنافسن على الإبداع.